شكرا معلقنا كابتن ايهاب رجب. اذا انتهت احداث الشوط الاول بتقدم نادي الزمالك 15-11 في اداء الحقيقه يعني غير متوقع من فرقتنا، ولكن لسه الاماني ممكنه. يتبقى 30 دقيقه في الشوط الثاني، ان شاء الله النادي الاهلي قادر على تعديل النتيجه، فرق 4 أهداف ليس بالمستحيل، نستطيع التعويض. نادي الزمالك كان في المباراه اللي فاتت متاخر فارق 7 أهداف، استطاع ان يوصل فرق هدف والكوره معاه، يعني كل شيء ممكن في الشوط الثاني. ارجع لضيوفي اللي منورني في الاستوديو، ابتدي يا كابتن ياسر، شايف الشوط الاول ازاي؟ ايه اللي حصل وليه الاداء كده كان على غير اللي كنا متوقعينه من فرقتنا يا كابتن؟ النادي الاهلي نزل الشوط دوت فكر في المكسب بدري قوي، وده عمل دروب معانا مع اختلاف بعض التغيرات يمكن ظبطها، وبعدين رجعنا تاني في الدفاع نغيرها. زي كان الاول عبد الرحمن فيصل جنب المصري وسيسا كان في رقم 2. ملعب بالشكل ده كان مقفول، يمكن احمد الاحمر راح 3 هجمات ضايعين منه في الشوط، سوري احمد الاحمر اول 3 هجمات راح هجمتين ضايعين منه، وكان المصري قايم بمهامه من ناحيه محمد مجدي، وفيصل بنفس الكلام، وكان شادي مش عارف يتحرك كتير. التسارع بتاعنا او التخليص بتاعنا في الهجوم ده ادى الى احنا ضايعين ارقام غريبه. يعني هو ابتدى بمهاب، وعكس المباراه اللي فاتت مهاب داخل حوالي 6 كور، جايب من ال6 كور كورتين، صبر عليه كتير قوي. اعتقد ان هو اتاخر شويه في تغييره. عندي احمد خيري اتاخر في تاخيره. اسلام لما نزل ظبط الملعب شويه، يمكن رايح اسلام هجمتين جايب كوره واحرز ضربه جزاء، وبيعرف ازاي يمكن ركب مصطفى خليل. عبال ما مصطفى خليل دخل المباراه وضيع اول كوره، وبعد كده جاب الكوره اللي بعدها وركب، بدا خليل يخش، ويمكن اول مره خليل يشوط في ماتشات الزمالك من بره كتير. محسن رمضان لا برضه ما اتغير، عبال ما يخش المباراه اتاخر كتير، خد وقت شويه. خد طيب وقت. خلينا برضو يعني نسمع الوقت ضيق، نسمع برضو راي الضيوف. كابتن محمد، راي حضرتك كيف الشوط الاول؟ هو بالنسبه للبدايه بتاعه المباراه كان تشكيل الفريقين كان يعتبر قريب من بعض، بالنسبه حتى كمان للتغييره بتاعه شادي وخالد وليد واحمد عادل مع المصري. كان بيطلع احمد عادل في الدفاع وبينزل ابراهيم المصري، وخالد وليد كان بينزل في الدفاع على حساب شادي. ده بالنسبه للطريقه بتاعت الدفاع اللي كانوا بيلعبوا بيها الفريقين. بالنسبه للبدايه طبعا الحراس بدايه كويسه مش وحشه بين طه وكريم هنداوي، يمكن التركيز اكتر عند كريم هنداوي. ادى التركيز بتاع كريم لتصويب كذا كوره عليه من فريق من لعيبه النادي الاهلي. التصويب وبعض تمرير خاطئ في بداية المباراة مع التسرع أفقد فرقة الأهلي يمكن حتة الدفاع شوية وعدم التركيز في الدفاع. استأذنك كابتن نطلع لفاصل أعزائي المشاهدين، خلينا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل تغطياتنا المستمرة والحصرية، الأهلي والزمالك في نهاية أفريقيا كأس الكؤوس الأفريقية، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ارجع لضيوفي كابتن فوزي، يمكن حضرتك يعني حذرت في بدايه الاستوديو الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع. النهارده دخل فينا 15 هدف في الشوط الاول، وده يعني متوسط تهديفي عالي شويه، يمكن ده ما حصلش في الماتش الاول على ما اتذكر. شايف النهارده الاخطاء ايه الدفاعيه؟ ليه دخل فينا 15 هدف بالرغم نادي الزمالك قعد 5 دقائق الاولى لم يحرز هدف؟ طيب انا اسمح لي اقول حاجه، المره دي عكس الكلام اللي انا قلته في الاول. انت السبب الرئيسي في عدم دفاعك هو فشلك في تسديد كرات سهله وصلت بيها للمرمى. اضاعه الكرات السهله كثيره خلت اللعيبه حصل لهم دروب، وهم بيفكروا في المكسب، زي انا متفق مع كابتن عبد الله وكابتن ياسر، هم كانوا داخلين بيفكروا احنا هنكسب، فهنكسب معناها هنجيب اجوان، وبالتالي ما كانوش بيفكروا في الدفاع.
فلما حصل ان هم اكتر من مره وصلوا للجون وكريم بيشيل او بيعملوا اخطاء فنيه, حصل دروب نفسي خلى الناس مش قادره تدافع, مش قادره تركز في الدفاع. عشان كده انت فقدت الاولاني. الشوط الاول دخل فينا 9 اهداف, النهارده دخل فينا 15 هدف. انت كنت ناجح في بدايه اللقاء في الدفاع, يعني اسمح لي يعني اسمح لي اقول حاجه ولو انها ممكن تضايق الناس, الاهلي لسه ما جاش الشوط ده, فيمكن انا منتظر يمكن الشوط الثاني يجي. اشكرك يا كابتن ابراهيم. هو زي ما استكمال لكلام فوزي وكلام كابتن عبد الله وكابتن ياسر, عدم استغلالنا للفرص السهله هي اللي عملت الفرق. اكيد كان عندنا فرص, وخاصة في الخمس دقايق الأولى إن احنا نحقق فرق, ولكن لم نستغل هذه الفرص. توفيق حارس الزمالك كريم أثر كتير, عدم قدرتنا على الدفاع القوي إن احنا نقفل الدفاعات بتاعتنا زادت من الفرق. تسرع لاعبينا أو إحساسهم بالثقة الزايدة, أنا أعتقد كده يعني إن أنا هكسب هكسب هكسب, خليتهم ما بقاش مركزين, او الزمالك نجح في افقاد اللعيبه التركيز بتاعنا لعيبه الاهلي, بدليل الطرد اللي حصل لاحمد عادل ده اثر على الفرقه كتير. استاذنك يا كابتن, مضطر اقطع حضرتك عشان نرجع تاني لصاله الامير عبد الله الفيصل ومعلقنا الكابتن ايهاب رجب عشان اللي حضراتكم احداث الشوط الثاني اللي كلنا نتمنى ان شاء الله فرقتنا تقدر تقلص الفارق 15-11 وتتفوق وتفوز بالكاس. فالى هناك.